بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأستاذ أحمد سيف الإسلامي المحامي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة والمفوض من قبل اللجنة للتنسيق مع أهداف دعم المسلمين الجدد وأهل الشيخ أبو يحيى بتولي ملف التهاب داخل سجن التهاب. أهلا بك. كنا عايزين حضرتك تكلمنا تنطلق في الحديث عن تفاصيل ملف التهاب الشيخ أبو يحيى داخل سجن التهاب. هو طبعا هننطلق ده هتاخد وقت كتير، فبستأذن المشاهد هنبدأ مقتطفات كده صغيرة إن شاء الله تأدي للمفروض. طبعا معروف إن الشيخ أبو يحيى السلفي ده موجود محبوس في سجن ترى تحقيق على ذمة أحداث فتنة إمبابة. إحنا فوجئنا الأسرة جت والسداسة إن هما نقلوه من سجن ترى المخصص للمحبوسين احتياطية لأمام ترى المخصص المحكوم عليهم بالأشغال الشقة. طبعا ده كلام مخالف للقانون. نوم على ضوء كده جبنا إذن نائب أمن الدولة تاني يوم، ما قدرناش نروح اللومان، رحنا يوم الاثنين قابلت الشيخ أبو يحيى. إيه العقوبة يعني؟ بيقولوا إنه فوجئ يوم 9 إن إيه جاله إنه يتنقل على من سجن ترى المخصص المحبوسين احتياطيا إلى لومان ترى المخصص المحكوم عليهم بالأشغال الشقة. طب يعني ايه الاجراءات التنفيذيه لتنفيذ القرار ان هو في زنزانه انفراديه؟ طبعا زنزانه انفراديه 24 ساعه مقفوله، تفتحش الا 8 الصبح، بيبقى فيها جردل يعني اسف للتبرز للتبول. طبعا وده راجل شيخ وراجل دين، وراجل دين مش بسيط، ده راجل دين ليه محبيه واتباعه بالالاف، شيء مهين. فبالتالي طبعا حتى الصلاه مكان نجس يعتبر. تاني حاجة ان حرمانه من جميع امتيازات اللي القانون متحيا له كمحبوس احتياطيا على اساس المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طب ايه السبب يا شيخ يحيى في الموضوع ده؟ قالوا ان في تحقيق صحفي تم اجراءه معاه في سجن ترى. طب هل تتم معاك يا شيخ يحيى الموضوع ده؟ قال لا، ده انا ايه، في تحقيق صحفي زمان كان اتعمل معايا بخصوص كاميليا شحاتة، وحتى الكرسي المنشور اللي انا اتكلمت فيه ما فيش زيه في حتى في سجن طور. وبعدين لو وما حصلش خالص تحقيق صحفي ده جوه داخل سجن طور، ولو كان ده حصل وفعلا العقوبه صحيحه، ما كانوا نقلوا مامور سجن طور او كانوا ادوا له عقوبه؟ الموضوع ملف. طبعا السبب الحقيقي كأنا محامي في الاحداث فتنه امبابه، وطبعا كنا محامي عن ياسين المتهم الاول، وكنا بننسق مع محامين قبل ما الاسره تكلفني ان اكون من ضمن الهيئه اللي بتدافع عن الشيخ ابو يحيى، عارفين مع المحامين بتوع الشيخ ابو يحيى. كان مناقشه الجلسه اللي فاتت كانت 4/9، كنا بنناقش كبار رجال الشرطه كشهود اثبات. المناقشه كانت محتدده يعني وحاده، وهم ممكن يكونوا حسوا بالاهانه اثناء مناقشتهم من دفاع سواء المتهم الاول او الثاني اللي هو الشيخ ابو يحيى، فانتقموا من الشيخ ابو يحيى. هو اعتقد ان هو ده السبب الحقيقي، ان هم بينتقموا، لان طبعا مناقشه سيد اثبات احنا عارفين العمليه مدبره لابو يحيى، وهم دول اللي عاملين التحريات، فبدا الاسئله نجيبهم يمين وشمال، هم حسوا بالايمان للاسف وانتقموا من شيخ راجل دين محبوس وخلفوا هم القانون، لان كل الاجراءات دي مخالفه للقانون، هتكون في الصوره مخالفه لكل تنظيم السجون. يعني المفروض ان هم يعاقبوا، يعني الاصدر القرار ده المفروض يعاقب مش ان يتلغى بالظبط. المهم جرينا تاني يوم، عملت طعن في مجلس الدولة في القرار الإداري الصادر من مساعد الوزير لمصلحة السجون، إن القرار ده مخالف للقانون المادة كذا وكذا وكذا، علاوة سجن انفرادي أقصى عقوبة ليه 7 أيام، النهاردة حسب بالنهاردة دخلنا في 11 يوم، وممنوع قطعيا نقل محبوس احتياطي لمن ترى، ده بنص قانون السجون. فعملنا طعن في مجلس الدولة اللي هو 54774 لسنة 65 ق، ده امبارح 19/9. برضه رحنا المجلس العسكري وقدمنا تظلم للسيد المشير بصفته رئيس المجلس الأعلى، وبصراحة يعني كان الناس كانوا مقدرين الموقف، وجالي مندوب مفيش دقيقتين بعد تقديم الطلب وعادتي مع العميد المسؤول، مندوب المجلس العسكري خد الالتماس. النهار الصبح رحت مكتب الوزير وقدمت التظلم، واعتقد يعني يقينا انه كان على مكتب الوزير منصور العسوي 1:30 التظلم. وبرضه رحت نيابه المعادي على اساس هي المختص بالرقاب والاشراف والتاكد من التزام السجون بالتعليمات، هي دي الجهه اللي بتحاسب وبتعمل. بصراحه رحت قابلت سياده المستشار احمد عز الدين بارك الله فيه،
وعرضت عليه الموقف، وكان باين مش محتاج يعني حتى الاوضاع نفسه كراجل نيابه فاهم ان ده ايه، ده اسلوب مخالف، ده ظلم. خدوا مني كلمتين واتكرم مشكورا، طلع السيد وكيل النيابه لسجن طرق وقال لي اوعدك ان النهارده هنطلعه من الزنزانه الفرديه وهيكون في سجن طرق ان شاء الله بكره، اللي هو هيكون بكره الاربعاء ان شاء الله، هيكون في قرار بخصوص القرار المخالف للقانون، هو نقله من سجن طرق تحقيق لليمان طرق. ده ايه الاجراءات اللي عملناها؟ برضو يعني ان في مظاهره للمحبيه واتباعه يوم الجمعه ان شاء الله بعد الصلاه في عمر مكرم، هتتجه من ميدان التحرير، من عمر مكرم ميدان التحرير الى مزبيرو. ليه بنقول يا جماعه جاي؟ احنا مظاهره سلميه، ما فيش لا اعتصام لا تعطيل مواصلات، ولكن بنقول جاي. احنا في دوله القانون، دوله القانون معناها الحاكم والمحكوم ملتزم بالقانون، فلما يكون كبار رجال الشرطه مش ملتزمين بالقانون دي كارثه. طب انتوا جايين تطبقوا قانون الطوارئ؟ اذا كان القانون عادي انتوا بتنتهكوه، هما لما تاخدوا بقى سلطه قانون الطوارئ هتعملوا ايه؟ انا على شفته النهارده في مكتب مع الوزير منصور العسوي حاجه تشر، طلب ما فيش دقايق اهتموا اروح على مكتب الوزير. سياسه الوزير تمام، ولكن ايه القيادات يا سياده الوزير؟ ايه القيادات اللي بعدها عايزين نروح فيهم؟ قرار مخالف للقانون تماما، ازاي يصدر؟ المشكله مش في الغاء القرار، المشكله في توقيع العقاب على من اصدر القرار. احنا في دوله القانون. ده اللي اقدر اقوله ايه بخصوص الشيخ ابو يحيى. طبعا نفسيته تعبانه، راجل دين، راجل دين ما عملش جريمه. تيجوا اتحبس احتياطي ماشي في محكمه، تروح تحطه في سجن في المنطور وفي زنزانه انفراديه ويتدور ويتبرز في جردل. في خطوره على صحته؟ نعم، في خطوره على صحته؟ طبعا طبعا، الراجل نفسيته تعبانه، هو ايه صابر وكله، لكن هو بيقول لي مش معقوله يبقى الاب ابا نوبل، هو المتسبب الرئيسي في فتنه امبابه، اللي هو حسب شهاده كبار رجال الشرطه هو خاطفها وحاططها في الكنيسه بغرض اجبار على الارتداء على الدين الاسلامي، وهو اللي حشد، هو اللي حشد الاخوه المسيحيين في الحوش بتاع المبنى الخادم اللي جنب الكنيسه اللي مخطوبه فيه البنت، وهو اللي حشد المسيحيين عشان ايه المسلمين يموتوا اخواتهم. الكلام ده انا بقوله ومستعد، اشكوني، ادوا فيا بلاغ للنائب العام. لازم تحريك الدعوه الجنائيه ضد الانبا ابانوب. والراجل دي اللي ايه يعني بيقول ده ظلم، قلت له احنا مش هنسيب لا احنا عايزين نحل المشكله عامه بالنسبه للفتنه الطائفيه. نتمنى ان وزاره التخدير تلتزم بالقانون. شكرا استاذ احمد. طب ممكن كلمه يسيره عن الجلسه الجايه؟ والله احنا مش نقول كلمه يسيره، هي حاجه هتضحك في جلسه 12. حاجه هتضحك؟ ان هم جايبين يعني ايه متهمين المفتاح محمد فاضل اللي هو المهتم بالتدبير 60 سنه عامل زراعي بالمطامير بالبحيره. طيب وراحوا مدخلين الشيخ ابو يحيى لان هو نفس الاسم. طيب يا سيدي اجيب لك انا شهاده بالراجل اللي انت قلته بياناته اللي هو ده المدبر، وهجيب لك شهاده ابو يحيى، وخدوا الراجل اهو وروحوا جيبوه وهاتوا لنا ابو يحيى. الامور ما تبقاش بالصوره دي. هو عموما لقائنا 12 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. شكرا. شكرا.